الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. البحث عن المعرفة بين سطور الحياة قد يستغرق الوقت والجهد، إلا أنه دليل على امتلاك قوة الإرادة والإيجابية في جميع مناحي الحياة، ويمكن تحقيق كل شيء. علي نجيب عندما يطلب منه التحدث عن نفسه والتعريف بما وصل له في حياته، تكمن الصعوبة في كمية المنعطفات اللي بفضلها كونت شخصيته. موظف في بنك قطاع خاص، البنوك كانت احدى القطاعات اللي واصلت العمل خلال فترة أزمة الكورونا، ما صادنا توقف كلي مثل باقي القطاعات. حالنا حال اللي هو المستشفيات، حالنا حال اللي هو محلات اللي هو السلع الخدمية والاستهلاكية. فاللهم ان يعني ادارتنا ارتأت ان تقليل ساعات العمل كانت خطوة الى تقليل احتكاكنا بالزبائن لفترات طويلة، وبالتالي الحفاظ على سلامة الموظفين. فالقرار هذا وفر إلينا مثل ما تقول ساعتين إضافيتين، بدل اللي هو ما نقضيهم في الشغل صرنا نقضيهم في البيت. استفدت أنا شخصيا منها أن قدرت أن أقضي وقت أطول في ممارسة هواياتي اللي يعني أسوي أمارسها من البيت، وإدخال مثل ما تقول مجالات جديدة وتجارب جديدة إضافية عليها. طفولة علي كانت في منطقة أهلها بسطاء، والأغلبية منهم ملمين بأساسيات النجارة، وبسبب قلة الموارد المالية بالنسبة لهم في ذاك الوقت حفز هذا الأمر إلى استخدامهم الأخشاب المركونة بدون أي فائدة إلى أخشاب يمكن إعادة استخدامها. ويعتقد علي أن هذه أولى مراحل تشكل مفهوم إعادة التدوير بالنسبة له. بشكل أساسي أنا أعيد تدوير الأخشاب إلى جانب بعض الخامات الأخرى يعني الموجودة القابلة لإعادة التدوير، مثل اللي هو المعادن. مؤخراً يعني خلال فترة أزمة الكورونا تعلمت شوية أدخل مثلاً المتل الحديد مع اللي هو شغلي، الزجاج، القوارير اللي هو الفارغة أحب أستخدمها في الأعمال الفنية. وطبعاً مثل ما قلت لك بشكل أساسي أنا أعيد تدوير الأخشاب اللي هو من مخلفات البناء وما شابه، أجمعها وأعيد تدويرها، أسوي منها قطع فنية، أسوي منها قطع ديكور للمنزل. مع بداية شهر فبراير الله رزقنا بمولودتين توأم بنات، ولادتهم جت مع بداية أزمة الكورونا اللي صارت. فإحنا كعائلة صغيرة وكنا أن إحنا انعزلنا عن اللي هو العائلة الأكبر، فقدنا الدعم اللي هو الأسري من باقي أفراد العائلة في أنهم يجون ويانا ويساعدونا في الشيل والحط وهذه الشغلات اللي عادة الأسرة تشيل وياك فيها. فظلينا إحنا كعائلة صغيرة إحنا اللي متكاتفين مع بعضنا، ندعم بعضنا. فيعني هذه خلنا نقول من أول المهارات الجديدة اللي تعلمناها في فترة اللي هو أزمة الكورونا، إلى جانب يعني ما كنا نخبز قبل اللي هو الكورونا، وما عدنا وقت نخبز يعني، لأن الشغلة هذه تتطلب وقت وتتطلب مهارة. خلنا نقول يعني مو الكل يعرف إنه هو يخبز الكيك وينجح في خبز الكيك، ففائض الوقت خلنا نجرب والنتيجة كانت طيبة. في هذه الفترة علي نشر القطع
اللي يصنعها من إعادة تدوير الأخشاب على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لقناتي على اليوتيوب وجدت أن التفاعل جدا جميل ويعني أكثر من ما توقعته، خصوصا أن الناس في الفترة اللي هو الأزمة هذه صارت أوقاتها تقضيها أزيد شيء في البيت، وأكثر شيء يعني ياخذ من وقتهم ويسلون عليه الناس كان اللي هو السوشيال ميديا، فالقناة هذه يعني وفرت إليهم يعني مادة للإطلاع عليها، خلنا نقول تلهمهم أن شلون يسوي شغلات بسيطة من المنزل، خلنا نقول يتعلم المهارات الأساسية. أنا لحد الحين ما نزل دروس في الفترة هذه، بس يعني أطمح أن أنا أسجل دروس تخصصية أكثر، يعني خلنا نقول للمبتدئين على أساس أنهم يبدي يشتري العدة الأساسية اللي ممكن يحتاجها، ممكن أنه هو يسوي الأعمال اللي يعني يحتاجها في البيت، الشغلات البسيطة بأدوات بسيطة ومتوفرة للجميع. ما كان عندي اللي هو المهارة الكافية لإعداد الفيديو، مهارة المونتاج، شاركت في دورات تعليمية عبر الإنترنت، حضرت اللي هو دورة اللي هو الأدوبي بريمير على أساس أن أسوي مونتاج للفيديوهات اللي أنزلها على اليوتيوب. ما جربت من قبل تعليم عن بعد، فهذه أول مرة أجربها، ويعني خلنا نقول تجربة ملهمة أن الواحد يقدر يحصل علوم بهالطريقة هذه، يتعلم مهارات، يتعلم علوم وهو قاعد في بيته في الوقت المناسب ومرتاح بدون ما يطلع من بيته ويضرب مشوار إلى جهة اللي هو التعليم. في كل الأمور اللي يقوم فيها علي لتنمية هوايته، إلا أن لابنته رنيم نصيب من وقته لمساعدتها في دراستها. كانت الدراسة شيء طبيعي في حياتنا اليومية، اليوم ما جت فترة الكورونا صرنا ندرس أونلاين على تطبيق زوم. أول شيء كان شيء صعب، بعدين يعني بعد فترة تعودنا على هذا الشيء، ويعني كان نفس حياتنا الطبيعية من الساعة 8:30 لساعة 1:30. وأول شيء يعني ما كنت مرتاحة على هذا النمط، بعدين ماما وبابا شجعوني وتعودنا على هذا الشيء وصار شيء طبيعي من حياتنا اليومية. كنا نتواصل يا أصدقائي بشكل مباشر، ناكل يا بعض، نتكلم يا بعض بشكل مباشر. بعد فترة الكورونا صرنا نتواصل عن طريق الفيديو كولز، الواتساب. فترة اللي هو اللي بدت اللي هو الأزمة، المدارس طبعا كلها أغلقت على الطلاب وتحولت بشكل يعني تدريجي إلى كلي لاحقا إلى الدراسة عن بعد عن طريق اللي هو الأونلاين ستاديز. كانت مفاجأة، أنا أقدر أقول إن هي مفاجأة اللي هي اللي صارت مسألة التعليم عن بعد، ما كنا يعني مهيئين إليها، بس يعني شوي شوي ويمكن هي كانت أكثر منا إحنا تجاوباً مع اللي هو مسألة التعليم اللي هو عن بعد بحكم السن، بحكم إنه يعني هذه خلينا نقول تقنية جيلهم. يبحث علي دائماً عن التجدد في حياته وعن الطاقة الإيجابية، وحرص في فترة التباعد الاجتماعي على زراعة النباتات في حديقة منزله من أجل الحصول على صحة نفسية ومزاجية اللي ممكن توفرها النباتات حسب رأيه. بعد واحدة من الشغلات الجميلة اللي صادتنا في الفترة اللي طافت، يعني بما أن احنا قاعدين نقضي وقت أطول في البيت صرنا نهتم بالزراعة، صرنا نقطف منتجات في البيت، زرعنا طماطم، زرعنا النعناع، الفوطن، الزعتر، يعني كل هالشغلات هذه استمتعنا وإحنا نجنيها من حديقة البيت. استطاع علي أنه يصنع عدد كبير من المنتجات في ورشته المنزلية، منتجات صديقة للبيئة، وعلى أن يقدم فن جميل قريب من الذوق العام بما يتلائم مع مبدأ التباعد الاجتماعي. واستطاع أنه يقول للجميع بأن الوقت هو فسحة من الأمل. الدرب ليس سهلا، ولكن الوصول إلى الغاية جميل.